السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة الأكارم، نلتقي وإياكم في الجزء الثاني من الحصة التدعيمية رقم 2 المتعلقة بمدخل تحليل التوازن في وفق نموذج ESY-LM. تحدثنا في الحصة الماضية حول بنات الأفكار التي انطلق منها كينز، والتي ربما كانت وصفة سحرية لتعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الكساد في سنة 1929. الآن بطبيعة الحال نتحدث عن الفكر الكينزي، نتحدث عن آراء وأفكار معينة نؤطر الآن الاقتصاد من خلالها. الآن ما هو الشيء المهم جدا؟ أن هذا الفكر الكينزي يعني يندرج ضمن ماذا؟ ضمن ما يسمى بالسياسة الاقتصادية. وبالتالي فمن وراء هذا يعني أن الخلفية التي يتعامل بها فكر كينزي هي خلفية السياسة الاقتصادية. ما هي هذه السياسة الاقتصادية؟ السياسة الاقتصادية هي بطبيعة الحال يعني استعمال مختلف أو هي مختلف الأدوات والوسائل التي والإجراءات التي تستخدمها الدولة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومن أجل حل المشكلة الاقتصادية. الآن هذه السياسة الاقتصادية لديها عدة أهداف أو التي من ورائها نحاول الوصول إليها. هناك أهداف أساسية، يعني هناك عدة أهداف في حقيقة الأمر، ولكن نحاول نركز على أهم الأهداف المنوطة بالسياسة الاقتصادية. أول هدف متعلق بماذا؟ هو محاولة الوصول إلى استقرار يعني فيما يخص الأسعار وما يسمى بالتحكم في حجم التضخم. إذن معناها أن تحاول أو نحاول من إطار من خلال أدوات السياسة الاقتصادية، لأن هذه السياسة الاقتصادية في حقيقة الأمر هي سياسة تندرج عنها أو تنبثق عنها عدة سياسات جزئية تؤطر أو من خلال تفاعلها نحاول الوصول إلى هذه الأهداف التي تحدثنا عنها. وقلنا الهدف الأول اللي هو الاستقرار في الأسعار وتأطير ما يسمى بالتضخم أو التحكم على الأقل في معدلات التضخم، في معدلات تكون مرضية ومقبولة. أيضا محاولة الوصول إلى حالة التشغيل التام. قلنا بأن حالة التشغيل التام عند الكلاسيك كانوا يرونها بأنها شيء عادي دائما الاقتصاد يمكن يكون في حالة التشغيل التام، ولكن في حقيقة الأمر أن فكر كينزي رأى بأن حالة التشغيل التام يرى بأنها حالة نظرية أكثر مما هو واقعية، ولكن لابد أن نسير في ذلك الاتجاه. ونقصد بالتشغيل التام هو الاستغلال يعني الأمثل يعني الأكمل لمختلف موارد الموجودة في الحياة الاقتصادية. والموارد لما نتحدث عن الموارد نتحدث عن الموارد بشتى أنواعها وأشكالها وأنماطها. لماذا؟ لإشباع حاجيات أفراد المجتمع. كذلك أيضا من بين أهداف السياسة الاقتصادية هي تحقيق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، خاصة لما يتعلق الأمر بتوزيع الدخول على أفراد المجتمع. وبالتالي فلأن لماذا قلنا بأن تحاول الوصول إلى هذا الهدف؟ لأن في حقيقة الأمر أن الحياة فعلا أن الاقتصاد هو يعني لديه انعكاسات سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب على مختلف مناحي الحياة. وبالتالي من بين الأشياء أن الحياة الاقتصادية لديها انعكاسات على الحياة الاجتماعية، ومن بين هذه الانعكاسات أن ربما قد يحدث اضطراب اجتماعي، مشاكل اجتماعية لما يكون يتم الإساءة في استغلال أدوات السياسة أو عدم استغلال أدوات السياسة الاقتصادية بشكل أمثل. كذلك أيضا وهو هدف مهم جدا وهو الرفع من معدلات النمو الاقتصادي. لماذا الرفع من معدلات النمو الاقتصادي؟ لأننا لا يخفى علينا لأن لما تكون الدولة أو لما ننظر إلى الدولة بشكل عام هناك نمو اقتصادي أو جانب اقتصادي وكذلك هناك جانب ديموغرافي. إذن وبالتالي إذا كان هناك نمو في عدد السكان فلا بد أن يقابله معدلات مساوية أو معدلات تفوق معدلات النمو السكاني، وبالتالي معناها لا بد أن يكون. إذن من بين أهداف أو الأهداف الأساسية الرئيسية التي تركز عليها السياسة الاقتصادية هي محاولة دعم وتفعيل وتعظيم معدل النمو الاقتصادي. كذلك أيضا من بين أن الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية هي ما يسمى بتحقيق التوازنات. هنا نتحدث عن التوازنات
التوازنات، سواء كانت التوازنات الداخلية أو التوازنات الخارجية. الآن أيضا من بين أهم السياسات التي أو السياسات الجزئية التي تنبثق عن السياسة الاقتصادية ما يعرف بالسياسة المالية. فالسياسة المالية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن استخدام ميزانية الدولة من خلال الإيرادات والنفقات لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. قلنا تحدثنا عن أهداف السياسة الاقتصادية، قلنا الآن السياسة المالية هي عبارة عن ماذا؟ عندها أدوات، أو في إطار السياسة المالية عندنا أداتين اللي هي أداة الموارد وأداة النفقات في إطار الميزانية، ولهذا للوصول إلى أو لتحقيق هذه أهداف السياسة الاقتصادية التي تحدثنا عنها سابقا. ولهذا أن هناك من يسمي السياسة المالية بالسياسة الميزانية باعتبار أنها تستخدم الإيرادات والنفقات في سبيل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. من بين أشهر الأدوات التي يتم استخدامها في الميزانية هي ماذا؟ هي الضرائب، وكذلك ما يسمى بالإعانات. الضرائب رمزنا لها برمز تي، الإعانات رمزنا لها برمز ار، وكذلك جي رمزنا لها برمز الإنفاق الحكومي. هذه أهم ثلاث أدوات التي نستغلها في إطار السياسة المالية للوصول إلى أو لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. كذلك أن هذه السياسة المالية طلبة، ولهذا كنا لاحظنا بأن في فترة تعافي الاقتصاد العالمي في أزمة الكساد العالمي تم استخدام هذه الأدوات الثلاث للوصول أو لتعافي الاقتصاد، بالإضافة إلى عوامل أخرى بطبيعة الحال التي تتكامل مع هاته، ولكن هاته هي الأهم والتي تمت كانت يعني بفعالية كبيرة جدا. كذلك أن هناك سياسة أخرى تعرف بالسياسة النقدية، وهي أيضا سياسة فعالة جدا ومهمة جدا، وأثبتت فعاليتها في الاقتصاديات لتجاوز العديد من الأزمات. كذلك أيضا يا طلبة، حتى الاقتصاديات الحديثة اليوم تسمى كما ذكرتم سابقا بالاقتصاديات النقدوية. لماذا؟ للدور الأساسي الذي تلعبه السياسة أو اللي تلعبه النقود في الحياة الاقتصادي. ما هي السياسة النقدية؟ السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطة النقدية، ماذا؟ للتحكم في الكتلة النقدية، سواء كان بالزيادة أو بالنقصان، في سبيل تحقيق ماذا؟ تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. باعتبار أن السياسة النقدية ما هي إلا سياسة جزئية من السياسة الاقتصادية ككل، تعال في يديها أو في من خلالها هناك أدوات، هناك آليات، هناك إجراءات تقوم في إطار السياسة النقدية. الآن هذه السياسة النقدية التي تحدثنا عنها لديها عندها آليات، كما قلنا في السياسة المالية عندنا الضرائب، الإعانات، جيل غير ذلك. كذلك هناك آليات لتدخل السياسة النقدية أو أدوات السياسة النقدية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. إذن وهناك عدة ما يسمى بأدوات مهمة وفعالة. إذن أدوات السياسة النقدية. بين أهم أدوات السياسة النقدية ما يعرف بواحد الاحتياطي، أو معدل الاحتياطي الإجباري. إذن معدل الاحتياطي الإجباري، أو بين قوسين بعض الأحيان يسمونه الإلزامي. ففي إطار هذه السياسة أو في إطار هذه الطريقة وهذه الآلية، فإن أو أن السلطة النقدية تستخدم معدل الاحتياط الإجباري للوصول أو للتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد. فكلما كان معدل الاحتياط الإجباري، مثلا في بعض الأحيان أن الدولة تحتاج إلى تقليص من الكتلة النقدية، وبالتالي فإنها تستخدم
معدل الاحتياط الإجباري. إذن لما نحاول أن نقلص من معدل الاحتياط من حجم الكتلة النقدية، فماذا تفعل الدولة؟ ترفع من معدل الاحتياط الإجباري، من هذا المعدل ترفعه في سبيل التأثير على قدرة البنوك في منح الائتمان أو منح القروض. إذن معدل الاحتياط الإجباري هو عبارة عن ماذا؟ هو ذلك المعدل الذي تفرضه أو لتفرضه السلطة النقدية، أو بالأحرى يعني بصفة عامة البنك المركزي يفرضه على ماذا؟ على البنوك التجارية للاحتفاظ به أو تلك النسبة من رؤوس أموال هذه المؤسسات البنكية أو من ما يسمى بالودائع الموجودة لدى هذه البنوك المركزية للاحتفاظ بها عنده أو عند البنك المركزي. وبالتالي معناه أن يمكن للبنك المركزي أن يتحكم في الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد عن طريق الرفع أو تخفيض معدل الاحتياطي الإجباري. لما نحاول أن نخفض الكتلة نرفع من معدل الاحتياط الإجباري، لما نحاول أننا نرفع من الكتلة النقدية ماذا نفعل؟ نخفض من معدل الاحتياط الإجباري، لأنه في حق الأمر أن معدل الاحتياط الإجباري ما هو إلا أموال مجمدة، أو يعني الأموال التي أموال مجمدة غير قابلة للاستغلال وتحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي. كذلك ثانيا من بين السياسات الأخرى ما يسمى به أو الأدوات السياسة النقدية اللي هي سياسة السوق المفتوحة. وهنا في حق الأمر أن يدخل البنك المركزي كبائع أو مشتري للأوراق المالية، وبالتالي فكلما أيضا كذلك للأوراق المالية. فبطبيعة الحال أن قلنا بأن هذه السياسة النقدية هي أدوات، هي إجراءات، ما هو الهدف الأساسي من ورائها؟ هو التحكم في الكتلة النقدية. السلطة النقدية تراقب حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، تحاول أن تصل إلى الحجم المناسب، أو يعني تترك حجم النقود المتداول في الاقتصاد في حجمه الذي يتناسب مع الاقتصاد ويحقق أهدافه، أو يعني يحقق يعني أكبر استغلال لتلك الموارد الموجودة في الاقتصاد. إذن كما قلنا أعزائي الطلبة أن في إطار السياسة السوق المفتوحة يدخل البنك المركزي كبائع أو مشتري الأوراق المالية. ففي حالة حدوث فائض في الكتلة النقدية، أو أن الكتلة النقدية كانت زائدة عن حجم الأمثل للحياة الاقتصادية، فالبنك المركزي يدخل كبائع للأوراق المالية. وبالتالي ولما يكون يدخل كبائع بطبيعة الحال أنه سيبيع أوراق غير قابلة للتداول على سبيل المثال، مثلا سندات أو إلى غير ذلك، ويعني يقبض ماذا؟ أوراق قابلة للتداول، وبالتالي يخفض من الكتلة النقدية المتداولة في السوق. والعكس كذلك، إذا كان هناك يعني الاقتصاد يمر في حالة انكماش على سبيل المثال، معناه أن حجم النقود المتداولة في الاقتصاد أقل من الحجم الأمثل أو الذي يتناسب مع الاقتصاد، وبالتالي فيدخل كمشتري لهذه الأوراق المالية. وبالتالي لما يدخل كمشتري فإنه سيقتني أوراق غير قابلة للتداول أو نقود غير قابلة للتداول، ويصرف ماذا؟ أوراق قابلة للتداول، وبالتالي سيزداد حجم الكتلة النقدية في الحياة الاقتصادية. كذلك الطريقة الأخرى أو الأداة الأخرى أو الأداة الثالثة المشهورة في إطار السياسة النقدية هي ما يسمى بمعدل الخصم. فكذلك معدل الخصم في بعض الأحيان أن البنك يعني، ولما نتحدث على الخصم معنا عادة أن لما نتحدث على الخصم نتحدث عن خصم الأوراق، يعني هات الأوراق يعني المالية لغير ذلك قبل موعد استحقاقها. وبالتالي كذلك يستخدم البنك المركزي في حدود معينة، وبطبيعة الحال أن هذه السياسة في كثير من الأحيان تكون غير فعالة، ولكن على العموم أنها تمكن أن تكون فعالة في بعض الوضعيات أو في بعض الحالات. وبالتالي يستخدم معدل الخصم لتحقيق أهداف السياسة النقدية من خلال التحكم في الزيادة أو النقصان من الكتلة النقدية المتداولة في الحياة الاقتصادية. الأداة الرابعة والمشهورة أيضا اللي هي ما يسمى به الإقناع الأدبي. وهذه الأداة الرابعة هي أداة أو ما يسمى بال
المصارحة بين ماذا؟ بين البنك المركزي والبنوك التجارية، وهي طريقة ودية بين البنك المركزي والبنوك التجارية. فالبنك المركزي في هذه الطريقة لا يعني يفرض يعني منهج معين، إذا كانت هناك رؤية معينة لدى البنك المركزي فمن خلال المقالات المنشورة، من خلال مثلا ما يسمى بالصحف أو المجلات، كذلك الخطابات يعني يضعها بين أيدي البنوك التجارية في سبيل تغيير سلوك هذه البنوك التجارية من أجل تحقيق يعني أهداف معينة أو الوصول إلى أهداف أو نتائج معينة. هذه ربما أهم أدوات السياسة النقدية، قلنا الأهم منها وليست كلها لأن هناك عدة أدوات. كذلك شيء مهم جدا يا أعزائي الطلبة أن هذه السياسات لما نتحدث عن السياسة المالية، لما نتحدث أيضا عن السياسة النقدية، نتحدث عن سياسات قابلة للتطور، قابلة للتطوير، قابلة للاجتهاد. لماذا؟ لأن بطبيعة الحال لأن هذه المدارس الفكرية ما هي كل يعني فكر معين ما هو إلا حقبة معينة، ما هو إلا جزء معين من تاريخ الفكر الاقتصادي. فالواقع دائما كما قلنا سابقا هو الذي يفرض نفسه، وهو الذي يعني يترك يعني أو يفرض يعني في مخص يعني طريقة التفكير يعني وكذلك طريقة يعني التعامل مع الواقع. إلى هنا أعزائي الطلبة نتوقف في هذه الحصة رقم أو الجزء الثاني من الحصة التدعيمية رقم 8 في مقياس الاقتصاد الكلي اللي هي مدخل لتحليل التوازن وفق نموذج ESLM، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى التوازن وفق نموذج ESLM. وشكرا أحبائي الطلبة.